جميل الريبورت اللي يعد، نعم خصوصا في الاحتفالية 50 على إنشاء جمعية الهلال الأحمر الكويتي. أستاذ أنور، جمعية الهلال الأحمر الكويتي شيء يرفع الرأس خصوصا لدولة الكويت. شنو الأشياء اللي ساعدت في وصول هذه الجمعية وبالتالي تبوء الكويت كمركز إنساني عالمي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جمعية الهلال الأحمر الكويتي تأسست سنة 66، ونحن في هذه الأيام مرور 50 عام على تأسيسها. يمكن سؤالك اللي يميز الجمعية أو اللي يميز دولة الكويت أن المساعدات تصل مباشرة إلى مستحقيها بدون وسيط. يعني إحنا بالكويت ما ندفع أموال نقدية، إنما نشتري المواد الإغاثية والدوائية وبناء المخيمات بأيدينا بواسطة المتطوعين، نوصلهم إلى الأسر المحتاجة، وبالتالي أخذت مصداقية. إحنا أو أي مكان إحنا نروح حول العالم، طبعا أي مكان في زلازل أو فيضانات، نسمع عبارات الشكر من أهالي الدولة هذه. صحيح. اللي يقولون والله سمعناها ان انتم وصلتونا قبل حكوماتنا اللي احنا يعني معانا، وقبل اي اهله، وهذا فخر طبعا. فبالتالي هذا يعني طبعا يمكن يميز دوله الكويت. نعم. بالفعل مثل ما قال احمد، هذا فخر، على الرغم من ان دوله الكويت يمكن عمرها السياسي لا يعتبر كبير، لكن ما شاء الله شوف جمعيه الهلال الاحمر تحتفل بعامها الخمسين. طيب استاذ انور، الحين يعني بلا شك الهدف الأسمى حق جمعية الهلال الأحمر هو تقديم المساعدات، خاصة للدول المحتاجة، ولكن على أي أساس يتم تحديد الأولويات؟ شلون تختارون وين تروح المساعدات؟ أو من الأولى؟ طبعا المساعدات هذه تتم بناء على الكوارث أو الأحداث أو الحروب التي تصنع الإنسان، ولكن يحكمها هي المواثيق الدولية. يعني أي حادثة تصير يأتينا سفير تلك الدولة ويطلب مساعدة، سواء كانت لفيضان أو كوارث أو زلازل، ومن ثم يتم نتصل احنا في الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر في تلك الدولة ونرى حجم الكارثة، ومن ثم نحدد يعني المبالغ اللي ممكن نتحرك فيها. فبالتالي طبعا الأهل اللي هناك اللي هم نظرائنا في الدول هم اللي يحددون حجم الكارثة، إنما يكون بطلب من سفير تلك الدولة في الكويت اللي احنا نوجهه إلى وزارة الخارجية طبعا، لأنه يتبع لها، وبالتالي يقرر من قبل مجلس الوزراء ويتم التبرع. يتم الصرف او التبرع. التبرع. انما عفوا بالنسبه لاخر مساعدتين هي العراق واليمن، هذا التبرع من صاحب السمو بمكرمه اميريه اللي هي 200 مليون الى العراق و100 مليون الى اليمن، وامر سموه بايصالها قبل شهر رمضان، وبالتالي وبالفعل وصلناها قبل رمضان. جميل جميل. استاذ انور، خصوصا في الفتره الاخيره صار في بالمنطقه شهدت حروب ونكبات وكوارث. تكلمنا عن أهم وأبرز المساعدات، أو خلينا نقول عنها إنجازات، لأن احنا اليوم بنسميها إنجازات. نعم. لأن فعلا شيء الواحد يفتخر فيه اللي حصلت في الفترة الأخيرة خصوصا لدول المنطقة. طبعا هو أهم شيء والشغل اللي ماشي إلى اليوم. نعم. هو موضوع اللاجئين السوريين. نعم. والنازحين السوريين اللي هم تقدر بحوالي 11 مليون نازح ولاجئ، احنا اشتغلنا وياهم من 4 سنوات إلى. نعم. الآن طبعا المعيشة اليومية والأدوية، وعندنا مستشفيات لمساعدتهم، عندنا مستشفى في الأردن بكلفة $500,000 سنويا، عندنا طبعا كذلك في لبنان علاج الكلى، عندنا مخابز يوميا على مدار الساعة قدمت أكثر من 53 مليون خبزة، نقدم لكل عائلة لاجئة سورية كيلوين من الخبز يوميا. عندنا يعني اليوم احنا فتحنا حملة تبرع على بلدة مضايا في ريف دمشق، وانطلقت في الجمعية من ساعة 9 الصبح. نعم، 9 صباح اليوم. فبالتالي يعني يمكن سوريا هي المأخذ الحدث الأكبر. عندنا طبعا مساعدات غزة، احنا كان في مشكلة شوية بالنسبة إيصالها إلى عبر. تعرف في رفح كثير في مشاكل. أيوة. ولكن قبل شهر دخلنا المساعدات، وأول ما صارت الأزمة دخلناها. نعم. اليمن يمكن حاليا بعد هي في متوازية عندنا بالفترة الأخيرة، يندخل لها مساعدات يومية. جميل. جميل. طيب أستاذ، بما أنك ذكرت حملة مضايا اللي انطلقت اليوم، قبل ما أسألك أي شيء ثاني عن الهلال الأحمر، ياليت لو تكلمنا عن الحملة، إيش كثر راح تستمر، وهل ممكن أن إحنا نتطوع؟ شلون نقدر نقدم يد المساعدة؟ والله كان زين تطوعون. هو التطوع طبعا مفتوح. نعم. هذا مجال ثاني مفتوح صبح وعصر في الهلال الأحمر، عندنا كثير من المتطوعين والمتطوعات، وهذا يعني شرف وفخر لأهل الكويت أن الشباب الكويتي والشابات هم بأيديهم يقدمون مساعدات لدول العالم. حملة تبرع لمضايا هي حملة تستمر 5 أيام من اليوم الأحد إلى يوم الخميس،
على فترتين صباحية ومسائية من 9 إلى 1 الصبح ومن 4 إلى 9 بالليل، وهي يعني مادية خلال الجمعية. بعد يوم الخميس راح يكون التبرع إلى الإدارة المالية عندنا، ولكن في نفس الوقت عندنا احنا موقع الجمعية أونلاين ممكن التبرع من خلاله. نعم. طيب أنت تكلم طبعا قبل شوية عن التبرعات، قلت يعني شو اللي هي الملابس وال والأغذية والمواد الطبية البطانية والوقود، هل ممكن يكون على مستوى نقول أكبر مثلا تسوون دورات تعليمية مدارس أو شيء كذي؟ صح ما شاء الله، هو احنا فعلا حاليا ندعم 500 طالب داخل الكويت، لأن مساعداتنا مو بس برا الكويت، احنا ندعم حوالي 4000 أسرة محتاجة داخل الكويت، ومؤخرا مثل ما تفضلتي قاعدين ندعم 500 طالب من اللي ما يقدرون يوصلون تعليمهم من خلال المدارس الخاصة في الكويت، بالتعاون طبعا مع شركائنا بالإنسانية اللي هم مؤسسات وبنوك وشركات استثمار داخل الكويت. فبالتالي هو عمل يعني متكامل، سواء كان من ناحية الأفراد أو الحكومات أو المؤسسات. جميل أستاذ أنور، نبي نتكلم شوية عن دور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، ولكن قبلها في عندكم أنت والأسبوع الماضي كان عندكم احتفال في اليوبيل الذهبي. نعم. بمرور 50 سنة على إنشاء الجمعية، عندنا مقطع من الفيلم اللي عرضتوه، خلونا نشوفه ونرجع لكم مرة ثانية. سمع الأمير ذو القلب الكبير هذه الأصوات الخافتة فحولها إلى منبر، سمع صوته كل العالم في دولة الكويت، ومن خلال صرخة تحرك ضمير العالم، أطلقها قائد الإنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بإذن الله تعالى أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا. جميل جدا، هذا مقطع من الفيلم اللي عرض في الحفل الأسبوع الحفل اليوبيل الذهبي الأسبوع الماضي. أستاذ أنور، بس كلمنا عن دور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد. طبعا صاحب السمو الله يحفظه هو الرئيس الفخري للجمعية، وبالتالي أي كارثة أو أي مصيبة حول العالم هو اللي يبادر في طبعا في يعني في اعطاء الاوامر للهلال الاحمر لانقاذ تلك الدوله، وتخصيص مبلغ من المال عن طريق طبعا مجلس الوزراء. دعم سمو الامير او نصائحه او مثلا لما قال لنا لازم توصلون الى العراق واليمن قبل شهر رمضان، هي طبعا براس احنا نهتدي فيه، وان يعني دافع للعمل يعني. فبالتالي يعني صاحب السمو لما اخذ منصب قائد العمل الانساني واخذت الكويت دوله يعني مركز العمل الانساني، هذا شيء كبير بالنسبه لنا وبالنسبه للمقيمين وبالنسبه للمواطنين، واحنا طبعا ان شاء الله نحافظ عليه باذن الله. و طبعا صاحب السمو مثل ما عرفت انت انه عقد 3 مؤتمرات للمانحين. نعم. في سوريا وفي مؤتمر كذا الرابع الحين جاي بالطريق. نعم في لندن. نعم. الرابع. فبالتالي لله الحمد يعني دولة الكويت على صغر حجمها وعلى قلة عدد سكانها أخذت هذا المركز حول العالم، وإن شاء الله إحنا والجمعيات الخيرية داخل الكويت نحاول المحافظة على هذا المركز. فعلا هو قائد الإنسانية. أنا بس أسألك آخر شيء عن شنو الخطط المستقبلية، شنو ودكم، هل في أهداف لتطوير المركز؟ إحنا الله يسلمك الأهداف للجمعية طبعا بالإضافة إلى الإغاثة والتموين والأدوية قاعدين نبني قرى ونبني بيوت. الحين عندنا مشروع في الفلبين بناء 280 بيت للمحتاجين، عندنا طبعا قرية جابر في اندونيسيا، عندنا قرى كثيرة، عندنا المبادرة الكويتية المصرية قاعد نشتغل معاهم لبناء قرى في مصر. فبالتالي راح ننتقل إن شاء الله بالإضافة إلى غيرها إلى موضوع التعليم مثل ما تفضلتي، وإلى موضوع بناء المستشفيات أو إدارة المستشفيات. نعم. وإدارة القرى الجديدة. ممتاز، يعطيكم ألف جميل عافية. جميل جدا، كل الشكر للسيد أنور الحساوي نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي على سعة صدره والمعلومات الحلوة اللي للأمانة الواحد يفتخر فيها ويفتخر فيكم كأعضاء جمعية وكعمل تطوعي. يعطيك العافية. مشكور. الله يسلمك.